درجات الحراره اللي احنا بنتكلم عليها دي مستمره للثلاث شهور القادمه، ولكن الدوله اخذت خطوات استباقيه لحين ما تقدر تحط المعادله متزنه. هذه المعادله المتزنه عشان توصل للمواطن ان يكون في عدم انقطاع للكهرباء، او حتى لو في انقطاعات للكهرباء سوف تكون في اضيق امور الوقت. المتابع لوسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً سيلحظ حديث المستخدمين المصريين عن القرارات الحكومية القاضية بزيادة ساعات قطع الكهرباء لتصل إلى 3 ساعات مؤقتاً بين رافض لهذه القرارات ومقتنع بضرورتها. وزارة البترول والكهرباء المصريتان حددتا يومي الأحد 23 والاثنين 24 من يونيو حزيران موعداً لهذه الزيادة في القطع. الوزارتان عللتا ذلك في بيان قالتا فيه إنه نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع وبالتالي زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، فسيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدا، يقصدان بها يعني يوم الأحد ويوم الاثنين، فقط لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية. وإن أخذنا بعين الاعتبار أن مصر بلد منتج للغاز الطبيعي وأنها أعلنت في وقت سابق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وأنفقت مليارات الجنيهات على تطوير شبكات الكهرباء للاستهلاك المحلي وحتى لتصدير هذه الكهرباء إلى الخارج أيضا، فما هي مبررات هذه القرارات الحكومية في هذا الوقت بالذات؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي، وأنا محمود الشيخ. أرحب بالأستاذ الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة وعضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية. حنشوف مع بعض دكتور جمال عينة من المصريين تحدثوا إلى البودكاست، وهنبدأ يعني بعدها بالتعليق على هذه الكلمات التي جاءت من جانبهم، ونسأل في سياق حلقتنا. بتقطع ساعتين، انا راجل كبير في السن وساكن في الدور العاشر، واخد بالك، فاكيد يعني وضغطي عالي، فالكهرباء لما بتقطع اكيد بتاثر عليا صحيا يعني، وبين وبتحرمني من مشاوير كتير عايز اعملها، ويعني الموضوع يعني لو ممكن يتعمل بطريقه اشيك بكتير قوي يعني. يعني كل بلاد العالم المحلات بتقفل بدري، ما تقفل بدري مش عيب يعني، لما المحلات تقفل الساعه 8 وبعدين يعني اذا ما باعوش النهارده هيبقوا تاني يوم يعني، ما فيش حد رزقه هيتقطع يعني. انا كتير بقى قاعد تحت جنب البواب مستني الكهرباء تيجي عشان اطلع بالاسانسير، حصلت كتير يعني. ففي حلول كتير يعني، اللي هيفكر هيلاقي حلول كتير الحقيقه يعني. يعني بدل تعذيب الناس، انت في النهارده ثانويه عامه هيذاكروا ازاي؟ ثانويه عامه هيذاكروا ازاي؟ الناس المرضى، الناس العواجيز، يعني الحلول كتير قوي يعني. بتقطع حضرتك من 3 لـ4 ساعات، التلاجة حضرتك الأكل بيبوظ، وعندنا الأطفال الصغيرة طبعا حاجة الحرارة عالية وأمراض جلدية، يعني حضرتك مش ملاحقين كهرباء وكشف على الأدوية ودكاترة، وحاجة صعبة جدا. وعندنا مثلا ست كبيرة، يعني حاجة صعبة في كل حاجة، المعيشة غالية وكل حاجة غالية، يعني مش ملاحقين غلا وكهرباء، والكهرباء غاليه وبندفعها غاليه وبتقطع. احنا بندفعها غاليه عشان هي بتقطع، لا رجعوها زي الاول باسعار الاول وما تقطعش، على الاقل هتبقى مخفضه حتى في الاسعار، انما كهرباء غاليه وبتقطع كتير وحاجه صعبه. كهرباء وميه، يعني احنا بنتعذب في الدنيا وفي الاخر. لا بتقطع برضه حضرتك الميه، لو الكهرباء جت حضرتك الميه بتقطع. حضرتك ساعات الميه بتشتغل مثلا ساعه ايه حضرتك اللي هتشتغل مثلا هتشغل بيت، يعني بتقطع كل يومين ثلاثه حوالي ساعه كده بس يعني، عشان المستشفى اللي جنبينا دي فأكيد ما بتقطعش عشان كده يعني. بس في مناطق كتير بيقطع فيها كتير بصراحة، بيقطع فيها كتير قوي يعني. يعني في ناس أنا أعرفها بيقعد من الساعة مثلا 4 لـ6، أماكن زي فيصل زي الكلام ده كله يعني بيعانوا، بيأثر عليهم جامد يعني. أنا في ناس بتسيب بيوتها وتروح تقعد عند حد النور عنده ما بيقطعش عشان التكييفات وكده كل ده، يعني حوالي يومين من ساعة ونص لساعتين. لا على كل حاجة طبعا، الجو حر جدا واحنا مش مستحملين، الأجهزة بتاعتنا كل شوية ممكن تعطل في أي وقت، الموضوع ما بقى يعني بقى رخم، بقى زيادة عن اللزوم قوي. وبعدين كل يوم، وجينا قبل العيد في الموجة الحرة اللي كانت فاتت دي كانت بتقطع ممكن 2 3 مرات في اليوم،
بس فالموضوع بقى غلس قوي. الكهرباء بتقطع كذا مره في اليوم، اكتر من 3 4 مرات، بتطول ساعه، ساعات نص، ساعات اقل من ربع ساعه، بس بتقطع كذا مره في اليوم، يعني يعتبر على مدار اليوم ساعتين ونص كده. بيأثر طبعا على الاسانسير اول حاجه، لان انا في الدور ال11، وغير كده بيأثر على الاجهزه الكهربائيه وممكن يبوظها، لان بيقطع وبيجي بيقطع وبيجي، فده برضه بيبوظ الاجهزه الكهربائيه. أرحب بك يا دكتور جمال. استمعت إلى هذه العبارات أو الكلمات من مواطنين مصريين، يبدو أن هناك حالة من الاستياء من القرارات الأخيرة لوزارتي الكهرباء والطاقة بزيادة ساعات قطع الكهرباء من أجل تخفيف الأحمال عن الشبكة الكهربائية كما تقول الوزارتان، لكن الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من المصريين يقولون أنه بلد منتج للغاز الطبيعي الذي هو الذي يستخدم عادة في توليد الكهرباء في مصر، بلد أنفق المليارات على بناء شبكات كهربائية حديثة حتى لتصدير الكهرباء إلى الخارج، لماذا يعاني هذه الأزمة في هذا الوقت تحديدا؟ خليني اقول لك، يعني مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. لا، هناك كثير من الاسباب يمكن حديثه لينا كمصريين. خريطه الطقس المصريه لم تكن بهذه المنوليه، ويمكن ارتفاع درجات الحراره وزياده القدره من الاشعه البنفسجيه يمكن زودت الاحساس بالحراره بدرجه عاليه جدا، وبيعاني منها كثير من الناس اللي هي الامراض المزمنه، سواء اذا كان ضغط او سكر او حتى كبار السن او حتى منتصف العمر. كثير من هؤلاء التأثير بتاع الأشعة البنفسجية والظهور للشمس في فترات كبيرة بيؤثر سلبا عليهم. النقطة الثانية إن لم تكن دولة مصر دولة تعتمد على المكيفات أو الاير كونديشنز بطريقة، يمكن النسبة بتاعتنا كانت لا تتراوح لا تزيد عن 35-40%، لكن احنا بنتكلم النهاردة في خلال السنتين أو 3 سنوات اللي احنا عديناهم متوسط أو مستوى متوسطات على مستوى الأفراد المصريين كلهم وصل استخدام الاير كونديشن او المكيفات على مستوى مصر كلها تصل لحوالي اكثر من 68% من التوتال او من مجمل السكان، وبالتالي دي قدره كبيره جدا على الاستهلاك الكهربائي. النقطه المهمه جدا هو ان في هذا التوقيت وفي وقت درجات الحراره العاليه وفي وقت الاستعدادات حدث امر يمكن ما كانش متوقع، وهو عمليه نقص امدادات الغاز. نقص امدادات الغاز ده يمكن من احد الحقول القويه، وهي حقل زهر. هذا الحقل يمثل 50% من قدرات الانتاجيه لدى دوله مصر. احنا يعني بنتكلم دوله كانت لغايه 23 بدايات يناير 2023 حجم القدرات من الانتاج اليومي كان بيصل الى حوالي زي ما طرحت 7 مليار قدم مكعب غاز يومي، ودي كانت بتكفي، وكان لدينا القدره ايضا على عمليه تصدير. يعني كان عندنا 7 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز ينتج من حقل الزهر المصري في سنة 2023 فقط، يعني السنة الفائتة. تمام، خليني أقول لك الحاجة المهمة جدا، وهو إن ملف الكهرباء كان أحد هذه الآليات. التوزيع بتاعت 7 مليار قدم مكعب غاز يومي واحتياجات السكان ليها، كان ملف الكهرباء بياخد منه حوالي 3 مليار قدم مكعب بحجم نسبة 57% من مجمل ما تنتجه مصر من الغاز الطبيعي. الكهرباء بتاخد منه 3 مليار قدم مكعب غاز يومي، ثم يليه كل المصانع والصناعات الملحقة بحجم يصل لحوالي 25% وبقدرات تصل 1.3 مليار قدم مكعب غاز يومي، ثم البترول بمصانع البتروكيماويات ومصانع الأسمدة بتاعته، وده بياخد حوالي 10%. احنا بنتكلم على اولموست حوالي 5.562 مليون قدم مكعب غاز يومي، ثم يليه استهلاك الغاز الطبيعي في المنازل وده حوالي 300 مليون قدم مكعب، ثم غاز السيارات وده حوالي 110 مليون قدم مكعب. هتلاقي ان كل الحصيله قد تمثل حوالي 5.7 مليار قدم مكعب غاز يومي. كانت لدى دوله مصر يعني الفرق من هذا الانتاج كان بيتم تصديره خارج البلاد بحدود مليارين. بحدود مليارين. تمام، لكن خليني اقول لك الموضوع كله وطبيعته اختلف امتى؟ من ساعه ما حدث نوع من النقص المتدرج المنحدر الشديد، ويمكن ده ما كانش في حسابات يعني مهندسين الخزانات ان خزان من الغاز يعني يتم عمليه النقص التدريجي له في خلال 5 سنوات ويكون النقص بتاعه حد بهذه الطريقه، لان حجم الانتاجيه وصل من 3.8 في اول بدايه الخزان
الى حوالي 2 مليار و1 حاليا، وبالتالي احنا بنتكلم على نسبه فاقد حوالي 1.7 مليار قدم مكعب غاز يومي، وبالتالي ده اثر كثيرا، توقف عمليه التصدير وبدات المعاناه في نقص امدادات الغاز. هذا النقص بقى هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، ان الكهرباء عشان تقدر تنتج ما يزيد عن 36 ألف ميجا وات ما يحتاجه الشعب المصري كاستهلاك يومي وقت الذروه، فاحنا بنتكلم على حجمها يصل حوالي 3 مليار و100 مليون قدم مكعب غاز يومي، وده يعني حاليا هناك في معدلات نقص. طيب دكتور، حتى نبسط المساله يعني اكثر، يعني تقول ان هناك امور طرات على حقل الظهر، الحقل الكبير المصري الذي ينتج الغاز الطبيعي، هذه الأمور خارجة عن السيطرة، وبالتالي انخفض إنتاج الغاز وانعكس ذلك على الكهرباء، مزيد من ساعات القطع، ربما ساعات أكثر مما تقوله الحكومة المصرية. يعني أنت الآن كخبير في هذا المجال، لو شرحت لمن يتابع ما الذي يمكن أن يحدث لحقل الغاز، يعني ما هي الأمور التي قد تخرج عن السيطرة؟ ألا توجد هذه الأمور أو تؤخذ بالحسبان قبل حفر هذا الحقل أو قبل إنتاج الغاز من الحقل؟ لا، خليني أقول لك يعني يا أستاذ محمود، لا، هو الحسابات بتاعت نماذج الخزانات بتختلف من خزان لآخر. خزانات الغاز بالذات يمكن من الخزانات القوية جدا، ومستوى الحصول على قدرات من ما يحتوي الخزان من احتياطي يمكن بتتراوح ما بين 27 ل 30% مما يحتويه الخزان. طيب الحسابات دي اتعملت والاقتصاديات اتعملت على كده؟ اه اتعملت. كل الشركات العالميه لديها نماذج في يعني نسب الدقه بتاعتها تصل الى اكثر من 93% من حجم المودلز بتاعت الخزانات في العالم كله، وبالتالي الحسابات كانت معاك. لكن هناك امور قد تحدث خارج اطار هذا النموذج، وهي الامور الطبيعيه. هذه الامور الطبيعيه اللي بيتعرض لها يا اما مناطق قد تتعرض لحركات أرضية، قد تتعرض لزلازل، قد تتعرض لبراكين بتؤثر على حركة الطبقات. هذه الحركة بيتواجد فيها الغاز في الطبقة الأولى وتحتها على طول الماء، وبالتالي إذا حدث أي حركة أو شرخ عرضي أو طولي في الخزان ده بيحصل فيه نوع من الاتصال ما بين الماء وما بين الغاز، وبتكون قوة الماء أسرع من الزيت أو الغاز، سيدخل الماء فبيدخل الماء وبيقل الغاز تدريجيا. يمكن تصورا قد يكون هذا ما حدث لموضوع خزان اللي احنا فيه، وبالتالي التناقص ده تناقص احنا بنسميه تناقص طبيعي، لان ما فيهوش ايد وما فيهوش حسابات وما فيهوش حاجات خلت هذا التناقص يبقى في نوع من الحسابات الخطأ او العمليات الفنية الخطأ، لكن الموضوع ده موضوع طبيعي جدا، هو التناقص الذي بيتماشى مع احداثيات طبيعية. هذه الاحداثيات الطبيعية بتقول لي هناك خزان بعيد عن السطح انا باخد منه بقدرات معينه، قد يحدث لحاجه انا مش شايفها امور، وهذه الامور ادت الى تناقص طبيعي في الخزان وبالتالي قل الانتاج. هذه نقطه لابد ان نستوعبها تماما في هذا الموضوع. طيب وضحت المساله، وضحت المساله هذه النقطه، لكن ايضا الا يمكن لاحقا ان يستعاد العمل بالطاقه الكامله لهذا الخزان، ومتى يمكن ان يحدث ذلك ان يعني كان بالامكان فعلا؟ لا، خليني اقول لك يعني قطاع البترول المصري قطاع ناجح وقطاع مثمر له تاريخ كبير جدا، ولدينا خبره كمصريين مع الشركات العالميه، هذه الخبره متنقله عبر اكثر من 70 سنه، لدينا كل الشركات العالميه يعني على الاراضي المصريه، وبالتالي هذه الخبرات احنا كمصريين محتكين بيها، ولدينا القدره على اداره خزاناتنا بدرايه وبمهاره عاليه جدا. وكلام انا بقوله لان تقييمنا نحن يعني كقدرات عقلية وذهنية وخبرة لدينا القدرة على إدارة معظم الخزانات بتاعتنا بقدرة عالية جدا. لكن يمكن ما حدث في هذا الموضوع هو زي ما قلت لك أحد الأمور الطبيعية من التناقص الطبيعي لأمور تحدث داخل الخزان نفسه. يعني النقطة الثانية اللي تخليني أقول لك، هناك جهود كبيرة جدا من قطاع البترول المصري في عملية البحث والتنقيب والاستكشاف. يعني احنا كدولة لم نقف عند حقل ظهر العملاق الذي له إحصائية عالمية ومن أحد الحقول العالمية ذات المكامن أو الاحتياطيات الكبيرة، لكن لم تقف عجلة البحث والتنقيب والاستكشاف. يعني إحنا من 2018 منذ دخول حقل ظهر الإنتاجية قطاع البترول يعني اشتغل في أكثر من 6-7 اكتشافات، يمكن هذه الاكتشافات كان آخرها الاكتشاف بتاع شركة شيفرون الأمريكية في منطقة البحر المتوسط لأحد الحقول أيضا الواعدة، وبالتالي يعني
هناك امور الان بتجري على قدم وساق لعمليه التنميه والتطوير لهذا الحق، وبالتالي ما زالت عمليه البحث والتنقيب مع الشركات العالميه مستمره، لم تتوقف الى ان يكون هناك قدرات اقتصاديه تقدر تعمل عمليه احلال ودخول للمستقبل لتلك الحقول. نحن الآن نتحدث دائما في إطار غاز طبيعي، في إطار يعني وقود موجود داخل الأرض أو وقود أحفوري يعني إن صحت التسمية. هل هناك حلول بديلة؟ يعني مصر بلد الشمس الساطعة دائما على مدار العام، الرياح، السدود إلى ما هنالك، لماذا لم تستغل هذه الأمور من أجل تحسين الواقع الكهربائي ومنع وصول الحالة إلى ما هي عليه الآن في هذا الحر الشديد وهذه المعاناة التي يتكبدها كثيرون؟ سؤال جيد يا أستاذ محمود. خليني أقول لك، يمكن القيادة السياسية المصرية لها يعني كان لها تصور كبير جدا في منظور ملف الطاقة وخصوصا الطاقة المتجددة. يمكن دولة مصر حطت الفيجنز بتاعتها 2030 بتعتمد على ان دولة مصر يكون لديها استخدام للطاقة الحرارية اللي هي الغاز والبترول في انتاج الكهرباء بنسبة لا تتعدى 42%، بينما احنا بنتكلم على قدرات من الطاقة المتجددة سواء الطاقة الكهرومائية المتولدة من السدود او الطاقة النووية لاحد المفاعلات، مفاعل الضبعة لإنتاج الكهرباء أو إنتاج الطاقة السلمية، وأيضا دخول أيضا الطاقة المتجددة. وبنتكلم على استهداف الدولة أن يكون لدينا قدرات 48% لإنتاج الكهرباء من المصادر الأخرى. الدولة بدأت المشاريع بتاعتها من 2017، ما تم إنجازه حوالي 6600 ميجا وات، بتعتمد على محطات حديثة جدا، أحد المحطات القوية محطة جبل الزيت العملاقة اللي بتنتج 580 ميجا وات، محطة الزعفرانة بتنتج حوالي 540 ميجا وات، محطة رأس غارب ودي بتنتج حوالي 260 ميجا وات، دي طاقة رياح، وأيضا محطة غرب بكر ودي بتنتج حوالي 250 ميجا وات. إذا ما تنتجه الدولة حاليا من طاقة الرياح والشمس تصل لحوالي 6600 ميجا وات. المستهدف من خلال اللي تحت التنفيذ حاليا، هناك تجمع لكثير من الشركات سواء الشركات العالمية سكاتيك أو أكوا باور أو سيمنز أو أيضا إنفينيتي. هذه الشركات الآن تحت الإنشاء والتنفيذ عملية محطات من طاقة الرياح، والمستهدف إن شاء الله في خلال 2028 ان يكون لدى دولة مصر قدرات من انتاج الكهرباء من طاقة الرياح تصل الى حوالي 28000 ميجا وات، ومن طاقة الشمس حوالي 11000 ميجا وات، وتستهدف الدولة 39000 ميجا وات طاقة متجددة في خلال ان شاء الله الخمس سنوات القادمة، بالإضافة الى زيادة عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف للغاز الطبيعي لاستخدام الغاز الطبيعي في امور اخرى واحتياجات اخرى تستطيع ان تفي باحتياجات الشعب المصري. إذا هناك محاولة إذا للجوء إلى الطاقة المستدامة أو الطاقات البديلة غير طاقة الغاز أو النفط، وبالتالي تركيز الغاز سيكون في مجالات أخرى إما لتصديره أو الاستفادة منه في شكل آخر. بالعودة إلى القطع الكهربائي، هل كل المناطق فعلا تستهدف بنفس الدرجة من القطع؟ يعني هناك كثيرون يتحدثون عن ساعات أطول في مناطقهم من مناطق أخرى، البعض يقول انه في مناطقنا تقطع الكهرباء لساعات اقل حتى. لو سمعت ايضا الذين تحدثوا الى البودكاست، بعضهم قال بسبب وجودنا قرب مستشفى فان ساعات القطع كانت اقل. يعني لماذا لا يوجد توازن في عمليات قطع الكهرباء او توزيع هذا القطع او تخفيف الاحمال كما يقال؟ هناك بعض المناطق كما قرات امس مثلا منطقه العالمين مثلا دائما الكهرباء فيها منيرة. خليني أقول لك، عدالة الكهرباء يعني يمكن ما كانتش موجودة، ولكن عدالة الكهرباء هي موجودة الآن، لأن يعني أنا واحد من الناس اللي ساكنين في مناطق من المناطق القاهرة الجديدة، يعني سواء إذا كانت مناطق الرحاب أو التجمع الخامس أو حتى مدينتي. القطع لغاية امبارح كان 4 ساعات، يعني إحنا بنتكلم على 3 ساعات ده اللي تم التصريح عنها، وهناك اعتذار رسمي على أن يكون هناك ساعة زيادة لمدة 4 ساعات، وبالتالي تم تطبيق هذا الكلام على كل المناطق يمكن ابتداء من امبارح لغاية النهاردة الصبح.
خليني اقول لك هناك امور كثيره يمكن لجأت او ادت الى ان الدوله زي ما شرحت ان في هناك نقص الغاز، والقصه الثانيه اللي احنا بنتكلم عليها درجات الحراره القفز في يونيو ويوليو واغسطس. النقطه الثالثه ان درجات الحراره اللي احنا بنتكلم عليها ديت مستمره للثلاث شهور القادمه، ولكن الدوله اخذت خطوات استباقيه لحين ما تقدر تحط المعادله متزنه. هذه المعادله المتزنه عشان توصل للمواطن ان يكون في عدم انقطاع للكهرباء، او حتى لو في انقطاعات للكهرباء سوف تكون في اضيق امور الوقت، يعني بنتكلم على مستهدف تكون اقل من ساعه او ساعه. طيب الامور اللي احنا بنتكلم عليها هناك استباقيات للدوله، رقم واحد هناك مناقصه تم وضعها من قطاع البترول المصري لحوالي 17 صفقه غاز مسال، يمكن سوف يتم الاستلام 7 صفقات الغاز المسال في خلال هذا الشهر، و6 صفقات الغاز المسال في خلال شهر يوليو القادم، و4 صفقات في خلال شهر اغسطس. وبنتكلم على يعني دعني اوقفك هنا دكتور، لانه هذه نقطه ايضا كانت تثار في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني انت تتحدث عن انه مصر الان تعقد صفقات من اجل استيراد غاز طبيعي وهي بلد منتج، تحدث ان سبب هناك انخفاض في الانتاجيه، لكن لمن يعني يتابع، لماذا يعني تحتاج مصر ان تعقد صفقات يعني في مثل هذا الامر؟ هذا يعني ان هناك فاقد كبير ربما فعلا في هذا الغاز، ام ان هناك التزامات على مصر مثلا بالنسبه للعقود التي وقعتها مع دول التي كانت ستصدر لها الغاز، يعني مصر تصدر غاز لها، لماذا هذه الاتفاقات؟ يعني هل هناك ضروره فعلا ملحه؟ مبدئيا خليني اقول لك ارد على السؤال المركب بتاعك. رقم واحد دوله مصر المبيعات بتاعت الغاز بتاعتها مبيعات قصيره الاجل، وبنتكلم على متوسطات 90 يوم. وبنتكلم ليس هناك التزامات لدى دوله مصر مع اي دول في اتفاقيات طويله الاجل. وبالتالي احنا بنبيع الغاز زي ما قلت لك، او يعني بيع الغاز بيكون في المكان يعني تعاقدات قصيره، تعاقدات قصيره الاجل. يعني في وقتها. النقطه رقم اثنين ايوه فندم. النقطة رقم اثنين ودي نقطة في غاية الأهمية، يمكن المواطن دلوقتي بيقول إن في خلال الثلاث أربع أيام أو الأسبوع اللي جاي هل انقطاعات الكهرباء قد تكون مستمرة؟ قد تكون مستمرة، لأن أنت سألتني من شوية هل هناك عدالة في توزيع الكهرباء؟ قلت لك حتى الآن واللحظة اللي أنا بكلمك فيها كمواطن مصري قاعد حتى في القاهرة الجديدة بيطبق علي ما يتم تطبيقه على كل، يمكن منطقة القاهرة الجديدة ارتفاع الأسعار فيها عالي، أو الأسعار بتاعة الكهرباء فيها أسعار يعني مرتفعة فوق الشريحة، وبالتالي يمكن لو الدولة عايزة تبيع فيها فهتبيع، ما تقطعش الكهرباء فيها فهتكسب، ولكن هناك التزام أن يكون هناك شريحة عدالة لدى كل شرائح المواطنين وكل شرائح المناطق في مصر. طيب النقطة رقم 2، لم تقف الدولة عند موضوع أن أنا هي بتقدم اعتذار وبتقول يا خلونا نصبر شوية لحين ما يتم. هناك زي ما قلت لك خطوات إيجابية الدولة اوريدي أخذتها، هناك مناقصة وسوف يتم استلام الغاز الطبيعي بتاعها وصفقات الغاز بتاعها ابتداء من آخر الشهر ده، هناك سفينة تغييس قادمة أو وصلت إلى مصر في ميناء العين السخنة يمكن الأسبوع اللي فات على حسب تقدير معلوماتي، ان هذه السفينه هي السفينه تم التعاقد عليها تعاقد سريع عشان يتم استلام صفقات الغاز وتحويلها الى غاز في حاله غازيه ودخله في الشبكه القوميه تسريعا لعمليه الايفاء لمحطات الكهرباء بهذا بمعدل الغاز النقص. شكرا للدكتور جمال القليوبي استاذ الطاقه وهندسه البترول وعضو مجلس اداره جمعيه البترول المصريه. شكرك استاذ محمود. أشكرك. شكرا لكم أصدقائي، استمعوا إلى بودكاست تحق الانتباه على جميع منصات البودكاست المفضلة لكم، وعلى موقعنا bbcarabic.com وعلى قناة BBC News عربي على يوتيوب. نسعد بآرائكم واقتراحاتكم، شاركوا حلقاتنا مع من تحبون، علقوا عليها ولا تنسوا الإعجاب بها، وأخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه. أعدت هذه الحلقة نغم قاسم، نفذها روبرت غريف، في إدارة التحرير كريمة كواح، وقدمتها لكم بكل الحب محمود الشيخ. إلى اللقاء.